الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن كنا قد شرحنا البيت العاشر وشرحنا في باب أقسام الإعراب، ثم بدأنا في علامات الإعراب، بدأنا في ذكر علامات الإعراب، وقلنا أن الإعراب له علامات أصلية وله علامات فرعية. بالصح الأسماء الستة، ماشي في قول الناظم، إنما في المقدمة اللي قدمت بها عندما قال الناظم باب أقسام الإعراب، عندما قال باب أقسام الإعراب بدأنا في بيان هذه الأقسام بشيء من التفصيل. قلنا أن الحركات الأصلية للإعراب هي أنه في الرفع الضم، وفي النصب عليكم السلام، وفي النصب الفتح، وفي الخفض الكسر، وفي الجزم السكون. هذا الذي قلناه، وقلنا أنه قد تنوب عن الحركات الأصلية حركات فرعية، وهذه الحركات الفرعية إما أن تكون حركات وإما أن تكون حروف. ثم بدأنا في بيان هذه الحركات النائبة، وقلنا أن أول باب تنوب فيه الحروف عن الحركات باب الأسماء الستة. فالأسماء الستة ألا وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك أو هنوكي، فإن هذه الستة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء، هكذا: جاء أبوك، مررت بأبيك، رأيت أباك. واشترطنا فيها شروطا كمثل أن لا تكون مصغرة، وكمثل أن لا تكون مفردة، إنما لا بد من أن تكون مضافة. وعليكم السلام. وكذلك أن تكون ذو بمعنى الصاحب، وعليكم السلام، وأن تكون فم، أن يكون فو مجردا عن الميم ليس فما، وهكذا. ثم بعد ذلك قلنا أن من الأشياء التي كذلك تعرب بالحروف نيابة عن الحركات الأصلية المثنى. نعم، جاء الرجلان، مررت بالرجلين، ورأيت الرجلين. فالرجلان في الأول مرفوعة على الفاعلية، إلا أنها رفعت بالألف نيابة عن الضمة. قال الرجلان، الرجلان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وهكذا في حال النصب ينصب المثنى بالياء، وفي حال الجر يجر المثنى بالياء كذلك. وكذلك من الأشياء التي، وعليكم السلام، تعرب بالحروف نيابة عن الحركات الأصلية جمع المذكر السالم: جاء المسلمون، مررت بالمسلمين، رأيت المسلمين. فجمع المذكر السالم يرفع بالواو،
وينصب ويجر بالياء. وقلنا كذلك من الأشياء التي تعرب بالحركات نيابة عن الحركات الأصلية جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. تقول مررت بالمسلمة أو رأيت المسلمات، رأيت المسلمات. فهنا المسلمات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. ثم قلنا أن من الأشياء التي تعرب بالحركات نيابة الممنوع من الصرف من الأسماء، الممنوع من الصرف من الأسماء يجر بالفتحة. ما معنى كلمة ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، لا ينون، لا يقبل دخول التنوين عليه. هذا معنى كلمة ممنوع من الصرف. وعلامته علامتان، يرفع بالضمة عادي ولكنه ينصب ويجر بالفتحة. معناه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة عادي، وعليكم السلام، إلا أنه يجر بالفتحة. وما الذي يجعل الاسم ممنوعا من الصرف؟ أولها العلمية، العلمية زائد علة، أو الوصفية زائد علة. العلمية أن يكون هذا الاسم اسم علم، هذا هو المقصود. أولا نفصل، العلمية زائد علة أخرى، والعلة هذه ست علل، في الأصل أنها ست علل، ست علل. نحن طبعا لا نخوض فيها بتفصيل شديد لأن الأمر يطول والأمر متشعب، وإنما نقتصر على أمثلة فقط. تقول مثلا العلمية زائد علة التأنيث كاسمي زينة، كاسمي زينة. مثلا تقول جاءت زينب، رأيت زينب، مررت بزينب. ممنوع من الصرف، قلنا لا يجر بالكسرة، هذه العلة الأولى. في حال الجر نقول بالكسرة نيابة عن الفتحة، أو بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. وهذا التأنيث إما أن يكون حقيقة أو أن يكون لفظا، قد يكون التأنيث لفظا لا حقيقة، كحمزة تقول جاء حمزة، رأيت حمزة، مررت بحمزة. هذه العلمية مع العلة الأولى وهي علة التأنيث. والعلة الثانية وهي العلمية مع العجمة، العلمية مع العجمة أي أن يكون الاسم اسم علم مع علة ثانية أنه أعجمي، كاسم إبراهيم، يوسف، آدم. تقول جاء آدم،
رأيت آدم مررت بآدم، وليس بآدم لأنه ممنوع من الصف. أكرر، كيف تعرف أن هذا الاسم ممنوع من الصرف؟ أنه لا يقبل التنوين، وأنه توفرت فيه هذه العلل. وكذلك من الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء المركبة تركيبا مزجيا، لو تذكرون، لو تذكرون لما ذكرنا أقسام التركيب أو أبرزها، وذكرنا التركيب الإضافي والعددي ونحو ذلك، ولعله ستأتينا في أبواب أخرى كذلك. قلنا أن التركيب المزجي كقولك مثلا حضر موت، حضر موت ممنوع من الصرف. نعم، منطقة منطقة. مثلا منطقة أخرى، نعم، سام الراء. كذلك بور سعيد في مصر، نعم، لا لا، ليس ممنوعا من الصرف. هنا نقول مثلا مررت بحضر موت، لأنها ممنوعة من الصرف. العلمية مع علة أخرى، وهي علة زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، مثل رمضان. رمضان قد يطلق على العلم عثمان، صفوان، وهكذا. تقول مثلا جاء صفوان، رأيت صفوان، مررت بصفوان، لأنه ممنوع من الصرف. وكذلك علة أخرى، وهي علة العدول، وهي علة صرفية. علة العدول، ما معنى العدول؟ عدل عن الشيء أي حاز عنه واجتنبه ومال عنه، فالعدول معناه الميل. نعم، وهذه العلة معناها أنه توجد عندنا العلمية زائد العدول عن حقيقة المعنى أو على حقيقة الاستعمال، مثل عمر، أصلها عامر فصارت عمر. وهذا في الحقيقة يعني أسماء كثيرة جدا. ويمثلون كذلك بقزح، أصلها قازح، فتقول جاء عمر، رأيت عمر، مررت بعمر، لأنه ممنوع من الصرف. هذه فيما يخص العلمية. ثانيا الوصفية، والوصفية لها ثلاث علل في العلم، في العلمية ذكرنا ستة، هنا عندنا ثلاثة، مثل الوصفية مع وزن فعلان الذي مؤنثه مؤنث فعلان، مؤنثها ما هو؟
فعلا فعلا نعم ها. مثل عطشان عطشا وهكذا. فتقول جاء العطشان رأيت العطشان مررت بالعطشان عطشان لأنها ممنوع من الصرف. والسبب في منعه من الصرف الوصف الوصف مع الوزن لأن العطش وصف وليس اسما. نحن خرجنا من العالمية. نعم الوصف هذه علة ثانية مع وزن أفعال الذي مؤنثه مؤنث أفعال فعلاء 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 أخضر خضراء هذا هو المقصود. تقول جاء الأخضر رأيت الأخضر مررت بالأخضر لأن الأخضر وصف جمع بين الوصفية وبين وزن أفعل. العلة الثالثة الوصفية مع وزن آخر مع وزن آخر وهو وزن فعال مثل رباع وثلاث فإنه تجر هذه الكلمات بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. أما الذي يمنع من الصرف من علة واحدة ويبدو أن الوقت ضيق ولكن أقوله لكم ثم لعلنا نواصل إن شاء الله ونفصل أكثر. الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة هو المؤنث المختوم بالممدود أو المقصور مؤنث جيد سمراء شقراء خنساء هذا إيه لكنه بمثابة الاسم هو العلة التي منع من أجلها من الصرف كونه مختوما كونه فيه معنى التأنيث مع الختم بالقصر أو المد عظمى نعم عظمى كبرى فهذه كذلك ممنوعة من الصرف. نقتصر على هذا لأن الدرس الثاني دق. الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.